السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في قناتي أجمل المنتجات والوصفات. النهاردة جايبة لكم طريقة تغيير المقطع الصوتي للفيديو أو إزالة جزء من الفيديو. أول حاجة بنفتح اليوتيوب وبنفتح على قناتنا وبنختار استوديو اليوتيوب من على الجوجل وبنختار الفيديوهات وبنشوف الفيديو اللي احنا عايزين نعدل فيه وبندخل عليه. انا هنا بدور على فيديو يعني اعمل لكم مثال عليه. هندوس على علامة القلم دي اللي هي بتاعة التعديل ونختار تعديل العنوان والوصف. دي هتدخلنا على الفيديو من جوه. زي ما انتوا شايفين كده دخل على الفيديو من جوه. هنختار أداة التعديل ده شكل الفيديو. هنلاقي فيه مسطرة كده طويلة اللي هي ماشية دي احنا بنختار بيها الجزء اللي احنا هنقصه. هنختار دلوقتي ان احنا نعدل الصوت. هندوس على علامة الموسيقى دي هيجيب لنا المكتبة بتاعة اليوتيوب الاختيارات اللي هم مدينهم لنا النغمات يعني. نختار طبعا المناسب لذوقنا ويمشي مع الفيديو وتدوسوا على السهم ده عشان تسمعوه الاول قبل الاضافة. وبعد كده بتختاروا اضافة الى الفيديو وبعد كده ندوس حفظ. دي اول حاجة ولازم طبعا ما ننساش نحفظ التعديلات دي عشان لو ما عملناش كده مش هتثبت اللي احنا عملناه. دلوقتي خرجنا وهدخل على فيديو تاني عشان اوريكم ازاي نقص جزء من الفيديو. اي حتة احنا مش عاجبانا لما جينا اتفرجنا عليه تاني بعد ما نزل على القناة في حتة حابين نشيلها او جزء حابين يشيله هنختار برضو اداة التعديل. هندخل على الفيديو ونيجي المسطرة اللي هي ماشية دي. هنيجي عند الحتة اللي احنا عايزين نقصها وهنقف عليها. انا طبعا مش عايزة اعدل فيه حاجة فهاجي بس في الاخر الحتة اللي هي دي بتاعت النهاية وهقص منها حتة. هنيجي عند كلمة اقتطاع وندوس عليها اللي هي لونها هنيجي عند العلامة اللي هي الزرقاء دي كده اللي هي السودة اسفة ونجر الحتة اللي احنا عايزين نقصها. بس والحتة دي شدتها وقصيتها خلاص اهو كده الفيديو دخل مراجعة لحد ما يتعدل. وبعد كده هو بينزل بالنسخة الاصلية اللي هي بتاعتكم العادية اللي انتوا عايزين تقصوها لحد ما يدخل المراجعة وينزل عادي بالتعديل بتاعكم. يا رب ما كنتش طولت عليكم واستفدتوا من الفيديو. ولو في حاجة تانية حابين ان انا اعمل لكم فيديو عليها ياريت تسيبولي في الكومنتات. السلام عليكم.